السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شركة أدوب شركة قوية جدا غنية عن التعريف، اللي عاملة فوتوشوب واللي عاملة بريمير وافتر افكت و فهي عاملة موقع جميل جدا اسمه أدوب اكسبريس، بيديك بعض الخدمات. هو لا يغني عن فوتوشوب ولا يغني عن الأدوب بريمير والافتر افكت، لكن هو مناسب للناس اللي عايز تعمل فلاير أو عايز تعمل انستجرام ستوري، حاجات على السريع من غير ما تقعد تبذل جهد أو من غير ما تشتري البرنامج. فكرة الموقع ان هو بيديك كريدت عدد معين من النقط، ولما تخلص لازم تشتري او ممكن تعمل حساب تاني. تمام، انا عندي مثلا 16 جنريتيف كريدت كارد. تمام، طيب تعال نشوف فكرته. كل ما بتعمل صورة او كده بيبدأ يخصم منك نقط. تمام، ادوب اكسبريس هيت، وطبعا في ادوب فاير فلاي. طيب هتلاقي هنا حاجات خاصه بالسوشيال ميديا، حاجات خاصه بالفيديو، حاجات خاصه بالصور، حاجات خاصه بالدوكومنتس، بالماركتنج. هتلاقي حتى هنا جيت ستارت يقول لك ابدا من سكراتش. نادرا لما حد يستخدمها، لان التمبليت اللي موجود هنا رائع، في حاجات فلاير، في حاجات انستجرام ستوري، حد عايز يعمل حاجه تيك توك فيديو انستجرام وهكذا. وممكن تقول له انا عايز سايز معين، فيبدأ ان هو يفلتر لك الحاجات للسايز دوت. في حاجة خاصة بالذكاء الاصطناعي، لو جيت هنا هتلاقي جنريتيف اي اي، فممكن تبدأ تديله تكست ويعمل لك الصور ديت. يعني تقول له انا عايز مثلا صورة بكذا. خلي بالك في الاول بتضطر ان انت تقرأ التكست المكتوب، يعني اي صورة اللي عاجباك، وليكن مثلا الصورة دي، هتقول له انا عايز اقرأ افهم هو ايه اللي طالبه. ماشي، هتاخد التكست اللي موجود وتبدأ ان انت تعدل عليه. يعني في الاول بنبدأ نعتمد ان احنا نتعلم من التكست اللي موجود. هو قال له interior design a perspective of a living room and a kitchen with an island وهكذا، وفي large windows. تمام، وبعد كده انت ممكن بتغير في الكلام دوت بحيث ان انت توصل للحاجة اللي انت عايزها. modern furniture، ممكن تكون انت بتحب الكلاسيك، هتبدأ ان انت تعدل فيها. لكن واخد بالك يعني قوة رهيبة جدا ان انت تديله تكست ويبدأ يعمل لك هو الصورة اللي انت عايزها. وفي خاصية للترجمة، بحيث ان لو انت عايز تدي برومت معين والانجليزي بعافية شوية، ممكن تديها له بالعربي. مش بس كده، لا هو في امكانيات كتيرة جدا عندك. مثلا تكست تو ايمج اتكلمنا عنها، جنريتيف فيل، بتبدأ تحدد جزء معين وتقول له غير لي الجزء ده، ممكن تلغيه مثلا، او ممكن تقول له طب بدل البرتقال دي خليها لي تفاح او خليها لي موز، او زي ما انت عايز. تكست افكت دي من الحاجات الجميله جدا، ان انت بتقول له كلمه معينه مثلا ميكي وبطوط مثلا، وتقول له اعملها لي على شكل كرتون، او اعملها لي على شكل ورد، او اعملها لي على شكل فرعوني، فيبدا يكتب لك كلمه بالستايل اللي انت عايزه. تمام، بتحط التكست اللي انت عايزه وتختار بعد كده الستايل اللي انت عايزه، فيبدا ان هو يدولك باي طريقه انت عايزها، مش ملتزم بالفونتات اللي احنا متعودين عليها. تمام، خلي بالك، بص اهي دي اللي انا بقولك عليها، ان هو يعمل لك على شكل ورد مثلا. في حاجات كتيره جدا، زي مثلا لو انت عايز تحذف الخلفيه، لو عايز تعمل ريسايز، تعدل تكبر صوره وتصغرها، ممكن يعمل لك حاجه فيديو. في دلوقتي موضوع حته تحويل التكست الفيديو دي بقت منتشره جدا. او بص كل الاستايلات هي الموجوده اللي انت تقدر تستعين بيها. فالموقع ده اونلاين، مش محتاج صوت حاجه خالص، ويعتبر مجاني. هو بيديك بعض النقط وبعد كده بيبدا يخصم منك، ممكن تعمل ساين اوت وتخش بحساب تاني جديد خالص. فاتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله. لو بدات تجربه هتلاقي اسهل بكتير جدا من البرامج، لان البرامج دي بتبقى احتراف، يعني هتوصل لمستوى معين في الحاجات دي. لا ده انا عايز حاجه ادفانسد شويه، او عايز كاستمايز، او اخصص حاجه للعميل، يبقى لازم بقى اروح للبرامج المتخصصه.